شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع، الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي النهارده. مباراه ماراثونيه تاخر فيها النادي الاهلي يمكن بفرق 17 و18 نقطه، ولكن استطاع بروح الفانيلا الحمراء وبلس 90 اللي بتميز بيها النادي الاهلي يفوز بالمباراه ويحول تاخره لفوز 112 106. الف مليون مبروك يا خالد. الف مبروك يا كابتن هيثم. الف مبروك يا كابتن اسلام. الف مبروك. مباراه يعني كبيره جدا، سيبك ان هي يعني جداً. ان هي ممكن ما تبقاش مؤثره جدا في مشوار السوبر، ولكن بس مميزه جدا. صحيح، رايك يا كابتن؟ مباراه تحفه، يعني الواحد ما كانش متوقع. يعني احنا اتكلمنا في ان في كامباك ممكن يحصل، بس عارف يعني كنا نفسنا يحصل الكامباك وحصل فعلا، فطبعا يعني بعد الكامباك الخطير اللي حصل ده. طب صحيح، طب ايه رايك يا كابتن نروح لشريف شعبان مراسلنا في ارض الملعب نشوف اللقاءات؟ الى اتفضل شريف معاك. تحياتي ليك يا كابتن هيثم، مليون مبروك ومليون مبروك لضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز اليوم النادي الاهلي على الغريم التقليدي الزمالك 112 106. الاهلي بلس 90 مش في الكوره بس، في الباسكت كمان، معي نجم من نجوم فريق الباسكت عمر طارق. مليون مبروك فوزكوا، رجعتوا في الكوارتر الرابع، ولكن هو ده النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، عملتوا جيم ولا اروع ولا اجمل، خصوصا في الكوارتر الرابع وفي الاكسترا تايم كمان. الحمد لله، الله يبارك فيك. هي احنا كنا مفتقدين الروح بس شويه، كنا يعني زي الناس محبطه شويه من كام خساره اللي خسرناهم وماتش السوبر بتاع الاتحاد، بس ان شاء الله دي البدايه، ان شاء الله الروح اللي لعبنا بيها في الشوط الثالث والرابع دي هي دي اللي هنكمل بيها ان شاء الله، وهنكسب بيها كل البطولات ان شاء الله. هي الماتش الصعب علينا. لا احنا بس في الاول زي ما بقول لك، احنا بس كان في شويه زي الناس بس يعني مضغوطين طبعا جدا، ماتش ديربي وجايين من خساره وجايين من خساره ماتش سوبر، فيعني في ضغط بس كبير. اول ما طلعنا بس الضغط ده من جوانا ولعبنا بالروح بتاعتنا ولعبنا بروح النادي الاهلي قدرنا نكسب الحمد لله. رحنا للاكسترا تايم، كان عندك ثقه ان احنا هنفوز النهارده على فريق كبير او فريق زمان؟ كنت متاكد والله العظيم من قبل كده كمان من نص الشوط الرابع ان احنا الجيم ده بتاعنا، لان احنا ما استسلمناش، رجعنا خسرين فرق مش فاكر 14 15 بونت وما استسلمناش وفضلنا نحارب لحد اخر ثانيه، وهو ده النادي الاهلي وهي دي الروح بتاعه النادي الاهلي اللي هنكسب بيها ان شاء الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. مكملين معاك يا كابتن هيثم، معي كابتن جرحي طبعا مدرب النادي الاهلي، بقول لك مليون مبروك. مباراه كانت صعبه النهارده، وبدانا عندنا مشاكل في الدفاع في اول ثلاث كوارترات، رحنا يعني بدانا نفوق في الكوارتر الرابع والحمد لله فنشنا في الاكسترا تايم. الحمد لله رب العالمين. يمكن ان مش هقدر اقول النهارده لعبنا كاملين، هقول لعبنا يعني نص كاملين، يعني هقول ان النهارده الناس كانت كتير قوي بعيد عن الماتشات، ناس كتير قوي كانت بعيد عن التمرين نفسه مش الماتشات، لكن طبعا النهارده ما نقدرش نزعل، بالذات ماتش النهارده ما نقدرش نزعل فيه جمهور النادي الاهلي. الاول كابتن هيثم بيقول لك بنتك وشها حلو، كابتن اسلام علي بيقول لك بنتك وشها حلو. طيب شك حلوه على طول. شكرا. الحمد لله مع النهارده ما كانش ينفع نزعل جمهور النادي الاهلي، الماتش نادي الزمالك فرقه محترمه مع جهاز فني على اعلى مستوى، يعني كابتن ياسر عبد الوهاب وكابتن سمير جوده ومعاهم الراجل الاسباني، طبعا جهاز قوي، لكن عايز اقول للناس انا مش بطلب منهم ان هم يدعموا لعيبه النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي، طالب منهم يدعموا فريق النادي الاهلي ايا كان مين اللي بيمرن النادي الاهلي. كابتن جدا، ايا كان مين بيمرن النادي الاهلي، ايا كان مين اللي بيلعب للنادي الاهلي، شجع فانيله النادي الاهلي لاخر نفس. يعني صدقني ان في ناس النهارده موتت نفسها عشان خاطر النهارده الجمهور يفرح. النهارده ما كانش ينفع الجمهور يزعل، النهارده ما كانش ينفع يحصل خساره تاني، النهارده هتبقى بدايه ان احنا نحاول نكمل، وان شاء الله قريب يرجع لنا ايهاب امين واحمد حمدي وعبد الفضيل، هنكمل بشكل كبير، هيلاقوا مستوى تاني من فريق النادي الاهلي. الفرقه دي اتظلمت الفتره اللي فاتت من احداث الكورونا اللي كانت عند نص الفرقه لاحداث الاصابات اللي حصلت، فرقه ما اتمرنتش مع بعض والله اكتر من 3 4 تمارين. الفرقه دي محتاجه ان هي تلعب مع بعض كتير، محتاجه ان هي تبقى يعني في التمرين كل الناس موجوده، هتلاقي النادي الاهلي في مستوى تاني. ويا جماعه صدقوني منافسه الباسكت غير كل الالعاب، انت بتشوف اهلي جزيره زمالك اتحاد سبورتنج سموحه، الناس كلها نفس تقريبا مستوى قريب، اللي بيخسر لعيب او اتنين او ثلاثه بيبقى الماتش بيتصعب عليه جدا، لكن المهم ان احنا نعد فرقتنا ونجهز فرقتنا ونكمل للمراحل المهمه اللي هي بلاي اوفز، اللي احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكون واخدين فيها الدوري باذن الله. كابتن هيثم السعيد بيقول لك عندنا مشكله في الدفاع عاوزين نظبطها شويه. طبعا بص خليني، ما هو كابتن هيثم ادرى مني، كابتن هيثم كان من احسن الديفندرات اللي في مصر وهو بيلعب، وكابتن اسلام علي كذلك، ان الدفاع لو انت بدنيا مش جاهز 100% مش هتقدر ان انت تدافع. صحيح الروح بتعوض الدفاعات الخاطئه وكل ده، بس
هي دايما بتاثر اكتر، تقدر يعني ان كابتن هيثم لمحها طبعا اكتر دفاعيا، لان هي دفاعيا بيبان. فان شاء الله بدنيا الفئر هتعلى من تمرين لاخر ومن ماتش لاخر، والناس هتشوف مستوى تاني من النادي الاهلي باذن الله الفتره الجايه. مبروك، ووش بنتك وحلو عليك. تيا وشها حلو. تيجي كل المباريات عشان نفوز بالدوري. ماشي. شاصل لي حاجه بابي؟ مبروك. مبروك. شكرا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مستمرين معاك كابتن هيثم، معايا نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن ابو النصر، ما شاء الله عليك، امسك الخشب، دفاع كويس، عملت كل حاجه النهارده في الباسكت، قاعد في وسط الناس الموجوده في المدرجات كله بيشيب بيك النهارده، كنت نجم من نجوم فريق النادي الاهلي النهارده. مباراه صعبت بس هو ده النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، اهل الكوره بلس 90، اهل الباسكت ما تيأس منه، ودايما تخلي بالك من النادي الاهلي، النادي الاهلي باذن الله ما يخسرش في ملعبه كمان. طبعا النادي الاهلي فوق كل شيء، وروح الفانيلا دي حاجه بجد مش كلام، اللي بيلعب جوه الكيان ده واللي بيلعب جوه النادي ده بيعرف قيمته لما يشوف الناس دي كلها والمتابعين والجمهور الاهلي ويسمعهم وهم بيتكلموا وهم بيشجعوه في الماتش، ده بيخليك يعني معلش تبقى عايز تعمل فوق طاقتك مرتين ثلاثه كمان. فنادي الاهلي لا غنى عنه في الكلام، يعني الحمد لله الفرقه رجاله، كنا محتاجين الفوز ده بعد الفتره الصعبه اللي احنا عدينا بيها بكميه الاصابات. الحمد لله احنا كنا ماسكين في الجيم لاخر وقت، يمكن بدانا الماتش بدانا الجيم مش احسن حاجه، بس الحمد لله الروح هي اللي رجعتنا للجيم وثقتنا في نفسنا وقومنا بعض في الملعب، هو ده اللي خلانا نكسب وننهيها بالفوز الحمد لله. اللاعب الامريكي في الزمالك ما شاء الله خطير جدا جدا، ولكن انت النهارده معاه ابطلت مفعوله فترات كبيره جدا من المباراه، وكان في مناوشات على طول بينك وبينه طول المباراه. والله بص، هو المشكله ان اللي بين اللعيبه ممكن الحكم ما يسمعوش، فهو يعني كان في بيني وبينه كلام كتير في الملعب، يعني شويه مشادات وكده، بس الحكم في الاول وفي الاخر بيبقى هو الفيصل، يقول لك لازم اسمع هو بيقول ايه. في الاول وفي الاخر هو طبعا هو كي بلاير بتاعهم، هو مدى الخطوره بتاعه، هو لما بيوقف الفرقه بتاعته بتوقف، ما فيش حد تاني بيقدر يلعبهم. فالحمد لله يعني قدرت ان انا اكون اساعد الفرقه في النقطه ديت وان انا اوقفه، وربنا يكرمنا يعني الحمد لله في اللي جاي. فوز انقاذ الذات. والله بص، النادي الاهلي عودنا على كده، يعني المكسب ده كلنا بننبسط وكلنا بنبسط جمهورنا، وده اللي يهمنا، ونفسنا ان احنا نفرح الناس بالدوري السنه دي، نفسنا جدا في كل البطولات، يعني الحمد لله ربنا كرمنا اول بطوله ان شاء الله الكاس والدوري بتوعنا باذن الله، وان شاء الله هنفرحهم والدوري بتاعنا باذن الله. كابتن هيثم وضيوفه بيحييك وبيقول لك ما شاء الله عليك ومتالق ودايما تتالق. حبيبي كابتن هيثم ده القدوه بتاعتنا، الف تحيه ليه والله، ربنا يخليك كابتن هيثم، ودي شهاده دايما لما بتقابلني والله بتديني روح معنويه بتفرق معايا في الملعب كتير. حبيبي كابتن هيثم، الله يبارك فيك. الله. مستمرين معاك كابتن هيثم في تغطيه خاصه وحصريه شاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي، مع نجم من نجوم النادي الاهلي اليوم الجمال، بقول لك مليون مبروك فوزك اليوم، فوز صعب ولكن هو ده النادي الاهلي، ما كانش عندنا ذره ثقه ان الاهلي مش هيفوز النهارده رغم البدايه الصعبه للنادي الاهلي، ولكن الحمد لله العبره بالخواتيم والختام بيقول النادي الاهلي فاز اليوم. الحمد لله على المكسب النهارده، وانتوا عارفين طبعا ده الباسكت، يمكن تكون متاخر وترجع، يمكن تكون كسبان وتخسر، لكن الحمد لله النهارده عوده حميده لكل اللعيبه. الحمد لله النهارده كنا على قلب راجل واحد، كنا متعهدين ان احنا مش هنطلع النهارده بالموت غير لما نكسب. الحمد لله، والف مبروك للعيبه والمجلس الاداره وكابتن اشرف والجهاز والجماهير. الحمد لله الاستوديو النهارده اشاد بيك، قال لك هو ده الجمال اللي نعرفه، هو ده الجمال العائد من كذا اصابه، هو ده النهارده مستوى الجمال اللي نعرفه. الحمد لله الفتره فاتت كنا مركزين في التوقف مع في التمرين، الحمد لله الواحد يقدر يعني يستعيد مستواه، والحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن يعني باذن الله. خبرتك النهارده فرقت في كذا كوره، وخصوصا في الوقت اللي احنا كنا محتاجين في خبرات لاعبي النادي الاهلي، ظهرت خبرتك وقدرنا نفنش. والحمد لله يعني مساعده كل اللعيبه لبعض، الروح كانت موجوده بكثافه النهارده، الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع، والحمد لله الحمد لله المكسب، وان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه نقدر نحسن مكاننا في الجدول ونرجع لمكاننا الطبيعي ان شاء الله. اصعب لحظه النهارده قابلتك في المباراه كانت ايه؟ اخر كوره في المباراه كانت هتخش وتطلع، بس الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا يعني باذن الله. مضغوطين. المباراه النهارده فكت اللعيبه نفسيا، ان شاء الله يبقى كل بقى واحد بيلعب الفتره اللي جايه بمستوى باريحيه، يعني عندنا مباراتين مش سهلين في اسكندريه الماتشين الجايين، ان شاء الله نرجع بانتصارين ويكون الاداء كويس وروح كويسه، وان شاء الله باذن الله نفنش الدور الاول في مكاننا الطبيعي. مليون مبروك.
الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك، ربنا يخليك. كابتن هيثم، ده كان لقاءاتنا الخاصه والحصريه لشاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الاهلي والزمالك، يمكن الكوارتر الاول 17-27 للزمالك، الكوارتر الثاني 42-55 للزمالك، الكوارتر الثالث 63-70 للزمالك، الكوارتر الرابع وروح النادي الاهلي 95-95 والاكسراتايم 112-106. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل جماهير ومشجعي النادي الاهلي في كل مكان. عودة ليك من جديد، اتفضل. الف مبروك ليك يا شريف، كمان شريف شعبان مراسلنا من ارض الملعب، بنشكرك ونشكرك على لقاءاتك الجميله اللي يعني قدمتها لنا بعد المباراه. وخلينا اقول لحضراتكم ان اللعيبه رجاله بصراحه، احنا خلينا ندي لكل واحد حقه، هو ده اللي كنت بقوله لجمهور النادي الاهلي في الاول. جمهور النادي الاهلي لازم يدعم، يدعم ويشجع. واللعيبه زي ما انتم شايفين زعلانين لما بيخسروا ماتش، اول حد بيفكروا فيه هو جمهور النادي الاهلي. اوعوا تفتكروا ان اللعيب لما بيخسر جوه النادي الاهلي بالذات بيبقى مبسوط، بالعكس ده هو زعلان، ورقم واحد زعلان عشان جمهور النادي الاهلي. من النهارده خلينا نتفق ندعم الجهاز الفني، ندعم اللاعبين. وانا بقول لكم الفريق ده يقدر زي ما احمد جارح قال لك، لو الفرقه دي اتمرنت كامله ممكن ان شاء الله، واحتمال كبير، وانا بقول لكم باكد لكم كلامهم، ان احنا نقدر نكسب بطوله السوبر، ولكن ندعم من دلوقتي، ننسى اي خساره ونقدر نحسن ترتيبنا اكيد في الجدول. كابتن اسلام، يمكن الف مليون مبروك، مباراه صعبه قدوا اللي عليهم، جهاز فني، لاعبين، كسبنا مباراه في البلاس 90. مبروك طبعا، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن زي النهارده. في اخطاء حصلت، في اخطاء حصلت، لكن الروح في الثالث والرابع فعلا فرقت وفعلا غطت على الاخطاء، وده اللي احنا دايما بنقوله. الروح باينه قوي 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 من نص الثالث كده وانت رايح لحد الرابع والخامس، من البنش كمان. يعني احنا دايما واحنا كنا بنتفرج جوه على الماتش بنقول بص البنش شكله عامل ازاي، غير الكوارتر الاول والتاني خالص. وهي دي النقطه المهمه، انا ممكن اكون مش موفق او ممكن اكون النهارده مش جيمي، بس الروح بتعوض. فنيا جوه الملعب في شغل كويس، زي طريقه الدفاع على والتر، كنا بنتكلم في الاول ان احنا الراجل هولتر ده، والتر هوج ده بيعدي ما بيلاقيش حد بيقابل. ليه؟ لان الناس اللي على الجناب ضغط على مناتها قوي. طب انا عارف عشان بيشوط. اخر هجمتين او ثلاثه تحديدا في الكوارتر الخامس في الاكسترا تايم دفعنا بالشكل ده، واخدنا في الثلاث كور دول 2 ستيل وواحده ريباوند، بسبب ان اللي كان ماسك هولج مش بياخد الكوره، مش عايز ياخد الكوره، مش عايز يقطع الكوره، مش عايز يقطع، والاثنين اللي على الجناب مضايقين المساحات، فما فيش مساحه للبنتريشن، قفلوا المساحات شويه في على الدخول. وخروج انس اسامه برضو 5 فاول سهل علينا. ما احنا اليكس خرج يا كابتن خالد، اليكس خرج، هم بعد انس خرج في الزمالك بعد انس، بس ده بس الفرق ما بينهم حاجه بسيطه. بس انا عايز اقول حاجه في خروج انس، لما كان انس في الملعب كان مصطفى كيجي هو اللي ماسك اليكس، فكان بيفوت منه يلاقي انس. دي احلى كره في الجيم، دي احلى كوره في الجيم، كوره رائعه فعلا. انتوا تتفقوا معايا انا وجهه نظري كوره رائعه، انا متفق معاك يعني. ده دي بلايس اوف جيم، لا خطيره يعني، دي بلاي اوف ذا جيم صح، اند لاين كده، في واحده لا فيس اوف جيم. بص اصل يعني ده نطت من وسط ثلاثه لاعب، هنا واحده واحده يا جماعه بالتصوير البطيء كده، وعايزه كده خالد تحللها لي. انت بتتكلم على حلاوه اللعب، حلاوه اللعب، الستيب اللي خدها في الفيك اللي عمله الاولاني، اولا وسع لنفسه وقام داخل من اند لاين، خد الجامب ستيب قبل الاثنين ما يقابلوه، فركبهم الاثنين، وزي ما انت شايف كده موف رائعه فعلا. هي بلاي اوف ذا جيم فعلا. كابتن اسلام ايه رايك؟ يعني كابتن خالد قال لي دي بلاي اوف ذا جيم، انت رايك؟ لو هنتكلم على حلاوه اللعبه ممكن، لا خلي بالك اصل دي فيها كروس، لكن لو على اهميه اللعبه بالنسبه للجيم، الالي اوب بتاعت عمرو الجندي لعمر طارق اللي كانت بعد الالي اوب بتاعت انس اسامه على طول، خلي بالك دي عملت فرق في الروح جدا في في الجيم. يعني دي لا بص البنش بقى اللي بيقول عليه اسلام، بص البنش بص البنش نط ده نزل الملعب، اصل دي عملت ايكوال، عمرو زهران نزل الملعب ايكوال وعملت صحوه في الفرقه وعملت شغل كبير. بص نطت من وسط الاثنين، واخد تيك اوف شمال هو اشول، وداخل من البيز لاين بايده اليمين وعمل كروس اوفر. ده عمل يا كابتن خالد لو تفتكر، عمل كروس اوفر انكل بريك، يجنن، وقع لعيب من نادي الزمالك. انا نادر لما اشوفها في الدوري المصري يعني فجاه. حتى انت قلت لي يا كابتن خالد حلوه اللعبه دي، انكل بريك جدا جدا. فيعني بتهالي النهارده اليكس 40 نقطه، ودي طب كانت هايله دي والله. اسلام انت قلت لي حاجه على اللعبه دي، عايزك لا مش على دي، مش على الطريقه دي. احكي لي بقى لما حصل انه طلع انس، احكي لي بقى مين اللي مسك. بص مهاب لا ده حازم مشهد او محمد حجازي، محمد حجازي. واضح السايز بتاعه مش زي مصطفى كيجو، تمام. عشان كده عمر طارق خد عليه بوزيشن بسهوله، تمام. لما كان انس وكيجو في الملعب كان كيجو بيدافع على اليكس يانج بره، وانس اسامه
واقف ورا عمر طارق بيسيبه يستلم ويلعب ويشيلها له من فوق، لان دي طريقه دفاع انس اسامه، مش بيفايت قوي انه يطلع قدام الديفنس قدام الاوفنس، ولكن بيسيب اللعيبه تستلم الكره وتلعب سواء قصير او طويل ويطلع يشيلها له من فوق. هو متميز، ما بيدافعش برجله، هو متميز في دي. عشان كده انا الثلاثه بونت دي لما جت دي اول باسكت في الاكسترا تايم، ده اول باسكت في الاكسترا تايم. للاسف يعني احنا جلينا وراح المردود علينا باسكت. ومهاب مهيب مهيب الاسف هايل، مهيب عمل النهارده جيم عالمي. يعني مهيب اولا جاب ثلاثيه كانت يعني يمكن من اهم الكور اللي كانت في الجيم، اللي هي الاخيره اللي هي الاخرانيه، وجاب سلمين كده دخل. خلي بالك مهيب اللي بيعمله ده مش ده اقل من العادي. مهيب لعيب مميز جدا، خد مع سبورتنج مش اقل من 5-6 خمس سنين. اه ده لعب شمال هو اللي انت بتقول عليه خبرك. بالظبط بالظبط. طب كابتن خالد خليني اقول لك التفاهم اللي ما بين عمرو الجندي وعمر طارق اللي جايين بيه من نادي الجزيره. التفاهم ده فارق معانا جدا، فارق جدا. اولا يعني هم يعني طبعا في التو مانس بلاي اللي بيعملوه مع بعض حافظين بعض كويس جدا، بيدي له كوره بيعلقها له اليوب ويقوم عمر طارق طالع حاططها دنك اليوب. فطبعا لو ما طلعش عليه البيفوت يعمل كفر على جندي، جندي بيخلصها. فالاثنين عندهم تو مانس بلاي في كيمستري قويه جدا ما بين دي الثلاثيه بتاعت مهيبة. دي كانت من اهم الثلاثيه. لا جميله مهيبة اللي جت في بص الثبات الانفعالي، بص الثبات الانفعالي جدا جدا يعني. وسيف النهارده نجم نجم بصراحة سيف. كلهم في الثالث والرابع في الرابع الثالث والرابع الفرقه كلها نجوم اختلفت صراحه. يعني يعني عايز اقول لك لا يا جماعه دولنا الكور احنا يعني يعني عدنا كور. بس طب خلينا نطلع فاصل عشان بيبلغوني، نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع تاني عشان نستمتع بقى بكل خلاص الماتش خلص وكسبنا الحمد لله، خلينا نستمتع باللي احنا عملناه النهارده ولكن بعد الفاصل. انا عايز اقول لكم يا جماعه انه حتى ولاد الزمالك كان متقدم بفرق يمكن دخل قرب لل 20 نقطه. يعني هقول لكم حاجه غريبه كده، استاذ شوارب المخرج بتاعنا الكبير قال لنا يا جماعه هنكسب. انا قلت يا ربي هنكسب ازاي، ده 18 نقطة والواحد بدأ يعني يخش عليه شوية يأس، يعني ده 18 بونت وشكلنا ما قال لي هنكسب. فصراحة يعني أنا عايز أقول لكم إن الروح حتى محبي ومشجعي النادي الأهلي خلاص بقى بلس 90 ده يعني حاجة في دمنا، ولا إيه يا كابتن إسلام؟ هي دي حلاوة الباسكت، أنت مش ضامن، أنت 20 بونت مش ضامن تكسب، خسران 20 بونت عندك فرصة تكسب، هي دي حلاوة كرة السلة. أنت والكوارتر الخامس كمان كان كله إثارة، من أول ثانية في الكوارتر الخامس في إثارة سواء من لعيبه الاهلي ومن لعيبه الزمالك. بس اللي بس في لغز يا كابتن، اللي فارق معانا فعلا من اول نص الثالث لحد الاخر الروح. بس في لغز ليه بداياتنا دايما وحشه؟ ليه؟ اديني تفسير. زي ما كنا بنتكلم في الماتش اللي فات ان ممكن وجودك انك بتلعب على مع زمالك على ملعبك ضغط عصبي، وخصوصا زي ما قلنا في الماتش اللي فات ان في 8 لعيبه جداد. لا ابتدينا وحش. خلي بالك دي ملخص للمباراه من اول لاخر، يعني اللي ما شافش المباراه يقدر يشوف. يا كابتن عيسى انت مش لسه قايل دلوقتي عمر طارق وعمرو جندي لعبوا مع بعض وفي كيمستري وحافظين؟ تخيل لو الكيمستري ما بين ال 15 لعيب زي ما كابتن احمد الجرحي قال، احنا ما اتمرناش اربع خمس ايام على بعض مع بعضينا لان في فتره كورونا وفي مصابين وفي منتخب، ففعلا ما فيش تجانس. ولعلمك اول كوارترين كنا بنلعب شويه فردي شويه فردي مع عدم توفيق في الديفنس، فالسكور فتح. لما الجماعه لما كله اشتغل وبقى في اكتر من لعيب بيجيب الباسكت، مش اليكس يونج بس، بقى في اكتر من لعيب بيجيب باسكت مع الجود ديفنس والناس بتدافع، الجيم قرب وبقى في اتجاهنا. رغم ان حتى كنا في الدفاع وحش. طب كابتن خالد رايك مين نجم المباراه في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك؟ نجم المباراه بص النهارده الفرقه كلها نجوم في الاهلي. لا اختار لي واحد. يعني مش يعني اليكس يونج طبعا كان 40 نقطة. يعني طبعا هو طبعا المان اوف ذا ماتش لانه اعلى سكور اعلى ستاتس، لكن طبعا في برضه حاجات يعني اتعملت في لحظات كده زي الكره بتاعت مهيب مثلا وزي مثلا اللي ادال عمرو الجندي ادال عمر طارق وادال سيف كمان وادال سيف. فلا يعني كل واحد كان نجم في لحظه. اوفر اول اليكس يونج هو نجم المباراه. معلش هدونا الكره دي تاني يا جماعه. بص يعني انس معلش يا جماعه خلينا على الكره دي. معلش انس قابل ابو النصر اللي انت كنت بتقول عليه اسلام ولما قابله الحلقه اتكشفت لعمر طارق فضيت لعمر طارق يعني خدت بالك من جدا جدا. وهو فعلا يعني البنتريشن اللي اتعمل برضه خلي بالك يعني فرق كتير جدا. كنا الاول احنا بنحاول نشوط بنجلي فبيرجع علينا فاست بريك فالفرق عمال يوسع، فالاستراتيجيه بتاعت الفرقه اتغيرت شويه في الرابع، بقت الناس تخش تجلي يقوم عمر طارق مثلا عامل فولو يقوم حاطط دنك ورا اللعيبه. فالاستراتيجيه بتاعت اللعب اختلفت شويه. خلي بالك برضو انت اول الماتش قلت هنكسب 5 بونت. هنكسب 5 بونت؟ احنا كسبنا كام؟ 5 بونت؟ كسبنا 112 6 6 بونت 5 10 بونت. طب الحمد لله. انا توقعت انت نسيت صح؟
على فكره يعني رقم يعني رقم 6 او فرق 6 ده رقم محبب للنادي الاهلي. ثانيه واحده بس عشان عايز اقول حاجه. رقم 6 او فرق 6 او الدقيقه 6 ده رقم محبب. رقم 6 ده رقم محبب لجمهور الاهلي. اه جدا. انت عشان كده اخترت رقم 6. اه جدا جدا. 6 ده ده انت محبب جدا. نسيت برضه. انت لسه فكرني برضه. يعني خليني اقول لك ان سبحان الله يعني هو قال 5 10 بونت يشاء القدر ان هي تبقى 6 بونت. اه ولا انا غلطان؟ يعني واخد بالك؟ فطبعا يعني اسلام قال لك انا ما اقدرش اتوقع. وفعلا هو مع حق برضه استاذ. خلي بالك انت واسلام معاكوا حق. يعني انت اسلام قال لك انا ما اقدرش اتوقع مباراه رايحه جايه. طب هعمل ايه؟ انا قلت امنيات. امنيات على اساس ان احنا نتمنى ان الفرقه تكسب، انما عارفين ان الجيم صعب. صعب على الفرقتين. وده حصل. وده حصل. بس احنا كان عندنا يقين. حتى انت كان عندك يقين، قلت لي احنا هنكسب في النص. بس كنت قلقان. وكنت كنت قلقان. بس بس احنا كان عندنا يقين ان احنا هنكسب الحمد لله. وخلي بالك برضو الماتش يعني عليه بريشر، في بريشر كبير على اللعيبه، لان خسرانين الماتش اللي فات فرقه كبيره على ملعبنا. الماتش ده برضو على ملعبنا. بس خليني اقول لك حاجه يا كابتن. ده متصدر. ده متصدر. الزمالك متصدر. انا هتكلم بكل امانه وكل صراحه بصراحه. يعني انا يعني الحمد لله رب العالمين ما يعني ما بخبيش. كابتن اشرف توفيق اتظلم. يعني ايه اتظلم؟ يعني اولا اصابات حصلت في الفرقه ليس له فيها دخل. اولا هو جايب مخطط احمال وجايب مخطط وجايب نادر. وانا سالت حتى والله بقول الكلام ده وشهاده قدام ربنا، سالت لقيته هو مدي لكل واحد وضعه. يعني لا بيتدخل في العمل البدني ولا بيتدخل. فلما يبقى عندك 5-6 لاعبين مصابين وانت النهارده بتلعب باربع لاعبين مصابين. اللعيبه حتى اللي رجعت من الاصابه كابتن اسلام 4-5 لعيبه لسه ما اتمرنوش مع الفرقه. لسه يعني بالزبط. يعني ما لعبوش الجزيره. ما ده اللي بنقول. بالظبط. ده اللي بنقول. فاتظلم يعني لسه بعيد شويه. لسه بعيد. محتاج الفرقه تتمرن. يعني احمد جرح يلخص القصه دي، قال يا جماعه احنا محتاجين نتمرن بس 5-6 تمارين. وظروف كورونا ومش كورونا وكل بالزبط. شويه لعيبه تمرض واصابات. لكن هو بس اوفر اول. لا لما الروح اختلفت يا كابتن هيثم، حتى روح البنش. يعني انت دايما كنت تعلق على موضوع البنش. ان البنش وكابتن اسلام برضو بيتكلم على الموضوع ده في بين الشوطين. البنش نايم كان شويه. لما البنش صحي وابتدى قلبه يبقى مع الملعب. يعني بص اللقطه دي البنش كان. يعني انتوا خدتوا بالكم؟ بص البنش قاعد قاعد ده في بالزبط. الاول والثاني في الاول. التالت والرابع لا اختلاف مع اختلاف. كان بنش الزمالك صاحي طول الوقت. بنش الزمالك كان صاحي. لما البنش بتاعنا صحي عدا الناس اللي في الملعب، خلى الناس اللي في الملعب كمان عندها نفس الروح. صحيح. فهي الموضوع معدي. صحيح. عارف الروح كانت هي العامل الاساسي اللي حتى طور اداء اللعيبه بتاعه الاهلي وخلاهم يلعبوا كمان بتركيز اكتر، وخلاهم يلعبوا تاكتكس يعني خلاهم يلعبوا بمنطق احسن. صحيح. في الكوارتر الرابع. صحيح. طب كابتن اسلام يعني برضو خلينا نقول ان انت سالت خالد على رايه في مين بلاي اوف ذا جيم. صحيح. ما سالتنيش. عشان زعلان منك. طب مين مان اوف ذا جيم؟ وجهه نظري انا برغم ان اليكس 40 نقطه وعمر طارق فاق في الثالث والرابع انا وجهه نظري الشخصيه مهيب. وليه راي ليه؟ اتفضل. مهيب اولا ما لعبش في الجيم كله غير اخر 5 دقايق في الاكسترا تايم ونزل 3 دقايق كده في الرابع. الماتش حساس جدا والسكور قريب جدا والماتش مهم جدا ولعيب قاعد على البنش فتره طويله قوي كده. انه ينزل يجيب الاثنين لياب كده في وسط الزحمه وثلاثه بونت عايزه ثبات انفعالي عالي جدا. دي مش بسهوله جدا. صح. دي مش بسهوله جداً. انا عارف انا بقول لك ايه. صح. طبعا مش بسهوله. طبعا. خاصة انه قاعد بارد طول الجيم. طول الجيم قاعد بارد. صحيح. عندك حق في دي. فانه يجيب 3 بونت في وقت زي ده كريتيكال عايزه ثبات انفعالي عالي جدا. مهيب زي ما انا قلت في الاول هو واخد مع سبورتنج بطولات كتير فلعيب مميز جدا. عنده خبره ازاي يلعب ماتش قوي. مش بيتهز. لو اللعيب بيتهز ما يجيبش 3 بونت. ما كانش شاطر اصلا. ما كانش خد قرار الشوط. الله ينور عليك. ما كانش قرار الشوط كابتن هيثم برضه قرار مش سهل. انتوا الاثنين كنتوا شويطه. وانتوا الاثنين عارفين يعني ايه لعيب ياخد شوطه في اخر وقت ويبقى كل الملعب مش صعبه فعلا. تبقى الموضوع مش سهله. مش انت كان قلبك قاتل شويه اسلام بس برضو بس يعني في واحده الكابتن شريف علي في البيز لاين في نفس الملعب ده اهلي زمالك في الحته اللي هناك دي كده بيز لاين جابها في اخر ثانيه. اهلي زمالك. اصل اللعيب الشوتر لازم يبقى عنده يعني ثبات انفعالي، لازم عنده هدوء اعصاب، مش عايز اقول برود اعصاب. يعرف يشوت تحت ضغط. هو ده لعيب الشوتر. فمهيب في الكره دي محتاجه واحد بس عايز اقول بقى حاجه معلش. خلاص انت قلت مهيب طبعا تحترم وكابتن خالد يحترم ولكن طبعا ارائكم جميله بس في لعيبه انا عايز اقف عنده شويه. عمرو الجندي. عمرو الجندي بالرغم ان هو ما كانش موفق في الاول بس قدر بروحه بادائه بمحاولاته بعدم استسلامه للبدايه الوحشه اللي ابتداها فرق معانا جدا جدا. ما هو ده ما هو عشان كده انا قلت يعني اليكس يان جاب 40 بونت عادي. عمرو الجندي فنش كويس عادي.
انما انا بتكلم على مهيب انه اتحط في ظروف عمل حاجه صعبه مش حاجه. بس خلي بالك عمرو الجندي مع ان مهيب عنده اكتر من كده. عمرو الجندي زي ما انت قلت كده, عمرو الجندي عنده مميزات غريبه جدا. اولا عنده يعني الكره في ايده بتحس ان هي يعني هيخلصها هيخلصها, انت مطمن مطمن هيخلصها, هيخش هياخد فاول فيها هيخلصها. يعني الكره دي برضو اهو كره من كوره عمرو الجندي اهو داخل وفزت 3 ونجح. لعيب روحه عاليه جدا, لعيب روحه عاليه جدا بصراحه. بص البنش, بص البنش, بص الكره دي في الرابع جابت, جابت الايكوال. بص بص الفيك, بص الفيك باب فيك اللي عمله ده بالكره دي, يعني الكانكر بريك اللي عمله. احنا متوقعناش انه يخطفها دنك كده. لا لا لا, انا قلت هيطلع عادي يحطها ليا او هياخد فيها اول, هيحطها مثلا ريفرس من الناحيه الثانيه فاهم يعني. الطبيعي يطلع وريفرس من الناحيه الثانيه بحيري نازله وبتاع يعني. لا كان الروح كانت عاليه وعلت مع الوقت والاداء عالي بالرغم ان احنا دفاعيا برضو وحشين, برضو وحشين. ايوه انت انت كسبت 112 بس جه فيك 106. سيبك من الاكسترا تايم, انت في الكوارتر الرابع داخل فيه 95 بونت متعادل, بس 95 كتير قوي, كتير قوي قوي. بس خلينا نقول احقاقا الحق, فريق الزمالك اتغير جدا يعني. يعني تماما تماما يعني جداً. خلينا نقول يعني احقاقا الحق, احنا ناس بنقول يعني فنيا يعني هم مع وجود المدرب الاجنبي ده شكلهم بيتغير. مدرب كويس فعلا كابتن هيثم يعني, وتعبونا النهارده في الجيل فنيا وبدنيا. متغيرين فنيا وبدنيا, والبدنيا لما زادت زودت كمان النواحي الفنيه. بس ما اقدرش احكم كده, الموسم لسه طويل يعني. انا بتكلم على اللي احنا شايفينه, انت بتتكلم على النتائج. انا بنتكلم على شكل الفرقه. شكل الفرقه فارق باين جدا, واللي واللي يثبت كلامنا ان انت والتر هوج لعيب محترف عالي وعالي جدا, بس مش لوحده اللي جاب سكور, مش زي ستوجلين مش لوحده. كريم دهشان جاب, بيلعب سالم جاب, مهاب ياسر جاب, طبعا انس وكيلو جاب. كريم دهشان كان هايل. كريم دهشان تعبنا جدا النهارده يعني. من اللعيبه اللي عملت النهارده شغل كويس. الف سلامه وقع يعني. الف سلامه عليه طبعا. ان شاء الله. بس احنا شفناه قام وخرج ومشي, وشفنا برده كيجو بنقول له الف سلامه. كيجو برده كان لعيب كويس جدا, والراجل ده برده كويس جدا يعني, واخد بالك ازاي. وخليني اقول لكم حاجه غريبه شويه يا جماعه, انتوا يمكن ما تعرفوهاش. في ناس كتير جدا من فريق الزمالك لعبوا في النادي الاهلي, يمكن دي مفاجاه. خلي بالك الجمهور ما يعرفش الكلام. هنقول هيثم السحارتي كابتن الفريق حاليا في الزمالك, اللي موجودين حاليا في الزمالك هيثم السحارتي زي ما انت قلت كابتن الفريق, لعب في الاهلي, لعب سنتين في الاهلي, لعب سنتين في الاهلي. كريم دهشان, اصلا كريم دهشان ابن النادي الاهلي. ايوه مصطفى مشعل, هو مش ابن النادي الاهلي ولكنه لعب سنتين او ثلاثه في النادي. حتى في الجهاز في ناس لعب في النادي الاهلي, عدى في النادي الاهلي. في الجهاز الفني كابتن سمير جوده لعب في النادي الاهلي سنتين, وكسب معانا كاس مصر مع كابتن نبيل بخيت. سمير جوده خليني اقول لك انه ال 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 يعني فرقه النادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي اوريدي في لعيبه لعبت في النادي الاهلي. فطبعا يعني خليني اقول لك انه موسم الانتقالات دلوقتي, دكتور الفريق كان دكتور النادي الاهلي, دكتور دكتور الفريق الدكتور اسلام طبيب. الدكتور الطبيب كان في النادي الاهلي. يا كابتن النادي الاهلي لازم تعدي عليه. حبيبي يا كابتن. طب خلينا نقول بقى يعني نتكلم يعني بسرعه, احنا فاضل دقيقه يعني وبيبلغوني خلاص لازم يعني وقت البرنامج يعني او وقت الاستوديو. نصيحه كده في 30 ثانيه يا كابتن خالد للفريق لما هو قادم. احنا فرحنا خلاص, بس احنا دايما النادي الاهلي بيقفل الصفحه وبيبص لورا. نصيحه للفرقه في 30 ثانيه. النصيحه ان هم يعني يركزوا اكتر في الـ في الـ في الديفنس, يعدلوا الديفنس بتاع الفرقه يعني. يعني الديفنس من النواحي طبعا لازم يهتموا بيها جدا الفتره اللي جايه دي, لان انت لو يعني لو ديفنسك قوي تقدر تكسب بطوله, لو الاوفنس بتاعك قوي تقدر تكسب جيم, لكن لو الديفنس بتاعك قوي هتعرف تكسب بطوله. فطبعا الفتره الجايه دي لازم اهتمام كبير بالنواحي الدفاعيه, ولازم اللعب الجماعي, اللعب الجماعي مع بعض, لان كان النهارده كان الفرديه كانت غالبه شويه على الفرقه. لكن الفتره الجايه المفروض ان هم يعني يلعبوا مع بعض اكتر, يتمرنوا مع بعض اكتر. كابتن اسلام في 30 ثانيه كده اخد من خالد الجماعيه والكيمستري دي هتيجي مع الوقت. لان الفرقه فيها 8 وجوه جديده. الفتره اللي فاتت كلها كان في اصابات وكورونا ومنتخب, فلما يرجعوا يتجمعوا تاني والماتشات كلها اللي جايه ورا بعضها ما فيهاش ماتش ضعيف. فمع التمرين والجماعيه الوضع والشكل هيتغير. عدد اللعيبه اللي هيبقى عندها حلول وتجد وتجيب سكور مش هيبقى واحد او اتنين, هيبقى اكتر. ايه تاني غير الجماعيه؟ الروح بس تفضل كده زي الكوارتر الرابع والاكسترا تايم. شكرا لك, تفضل كده. شكرا كابتن اسلام علي, طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ومدير فني الشباب في النادي الاهلي, بشكرك. شكرا جزيلا, شكرا كابتن عيسى, ربنا يبارك فيك. وانا مبسوط ان انا معاك طبعا ومع حبيبي خالد مصطفى,
وان شاء الله نبقى مع بعض كده في كل ماتشات الاهلي نفوز باذن الله. ان شاء الله. كابتن خالد مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا كابتن هيثم جدا. كابتن هيثم والف مبروك علينا وكابتن اسلام، كان يوم جميل وفعلا يعني الواحد استمتع النهارده. الف شكر ليك. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، اكيد بشكركم على حسن المتابعه وبقول لكم الف مليون مبروك. الصبر على فرقتنا، ان شاء الله بالصبر كل شيء يعني نقدر نجيبه. خليني اقول لكم ان احنا كنا في منتهى السعاده النهارده ان احنا قدرنا نغطي المباراه وقدرنا نكون على حسن ظن جمهور النادي الاهلي. انتظرونا ان شاء الله في تغطيات قادمه مع قناه النادي الاهلي والابطال.